قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنه الوزاريه للاعمار والبنيه التحتيه، ان الخبره الوطنيه على الصعيد العقاري بلغت اقصى مستويات نضوجها بتفضل حضره صاحب الجلاله عاهل البلاد المفدى حفظه الله بالمصادقه واصدار قانون تنظيم القطاع العقاري. وأكد معاليها أن تلك الخبرة الوطنية لم تأتي إلا بعد أن نالت السوق المحلية ثقة المستثمرين وباتت تعرف بمتانة الضمانات التشريعية الحامية لمصالح المتعاملين فيها والقدرة على معالجة كل أمر يطرأ على هذا القطاع بالقانون علاوة على التجربة المتراكمة التي اكتسبها العاملون في هذا القطاع الحيوي وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفه قد رعى صباح اليوم افتتاح معرض البحرين الدولي للعقارات الذي تنظمه جمعيه المهندسين البحرينيه في دورته العاشره حيث اكد ان قانون تنظيم القطاع العقاري الذي من المقرر ان يدخل حيز النفاذ كليا في الاول من مارس المقبل يمثل تحولا تشريعيا يعكس الاعتناء الذي يحظى به هذا القطاع. الذي يعتلي قائمة القطاعات المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بحوالي 5% العام الماضي وفي هذا الصدد توجه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر على مواقفه المجلس العام الماضي بل على موافقه المجلس العام الماضي على احاله مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري الى السلطه التشريعيه، التي اقرت مشروع هذا القانون بكل حكمه ومسؤوليه، والى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، على ما يحظى به هذا القانون من اهتمام ومتابعه تعكس اهميه القطاع. وقال انه من حسن الطالع ان يتزامن انعقاد هذا المعرض ومع ما تشهده السوق البحرينية من أجواء صحية واتية تماما رغم التحديات تهيئ لفرصة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات من بينها الموافقة على إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري والتقدم المحرز على صعيد معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة واستقرار حركة إصدار تراخيص البناء الاستثماري ومعدلات التداول العقاري فضلا عن مشاريع تجارية استراتيجية نترقب الانتهاء منها لتباشر عملياتها خلال هذا العام والعام المقبل. كما نوه معاليه بالنجاح المتحقق على صعيد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، وأتي على راس هذه الشراكه التعاون بين القطاعين في برنامج مزايا، بالاضافه الى موقف جمعيه التطوير العقاري البحرينيه المساند للاجراءات الحكوميه لتحقيق الاستدامه للبنيه التحتيه، من خلال العمل وفقا لمبدا تحصيل كلفه انشاء وتطوير البنيه التحتيه. في مناطق التعمير. النسخة العاشرة منه هي إثبات لأهميته من جديد في الكشف عن أبرز الابتكارات التي طالت المجال العقاري. معرض البحرين الدولي للعقار 2017 بوابة تشرع من خلالها كبرى شركات التطوير الإسكانية والتجارية إلى عرض ما لديها من نماذج حاكت العصرية والحداثة من كل جانب. وما يزيد الامر ثقلا وثقة بجدوى القطاع العقاري في تنشيط بيئة الاستثمار المحلية على وجه الخصوص هي تلك القوانين التي تؤطر العمل العقاري في البحرين وتفتح المجال امام كل راغب في قنص الفرصة باستثمار حقيقي لا تشوبه شائبة. في الواقع مشاريع كثيرة ومما يساعد على الواقع القطاع العقاري وتنمية القطاع العقاري صدور التنظيم الجديد لتنظيم القطاع العقاري الذي سوف يساهم بصوره كبيره في تنظيم هذا القطاع بالنسبه الى المطورين وبالنسبه ايضا الى الجهات الاخرى ان كانوا مثمنين او وسطاء في هذه العمليه وعليهم ان يستعدوا لتطبيق هذا القانون الذي سيطبق خلال الربع الاول من العام القادم فان شاء الله يكون هذا تطور بالنسبه الى القطاع العقاري كذلك يجب ان لا ننسى ان القطاع العقاري في الواقع حصل على ثقه كبيره بتطبيق قانون المشاريع المتعثره التي انتهينا بكثير منها فهذا اعطى ثقه كبيره للمستثمرين في قوانين وانظمه البحرين 120 مشروعا عقاريا بقيمه 20 مليار دولار قدمها 65 عارضا من داخل المملكه وخارجها. اودعوا كبرى امالهم الاستثماريه في حسابات المعرض. الذي ضم العديد من النماذج ممن اختلفت عن بعضها في التصميم والنوعيه وطبيعه تلك العروض التنافسيه ذات القيمه العاليه والجوده في البناء. افضل سوق عقاري في المنطقه اليوم في البحرين والدليل المشارع اللي نشوفها في مشاريع حقيقيه في طلب حقيقي وهذه اللي نشوفها انا اسميه عرس لقطاع صناعة التطوير العقاري اليوم ما شاء الله نشوف مشاريع كثيرة متطورة واستثنائية يعني ما قد شفناها من ناحية التصاميم من ناحية حتى الحجم من ناحية المكسيوز أنا أعتقد يعني ما شاء الله الشركات اليوم اللي نشوفها كبيرة وفي شركات جديدة داش السوق وهذا يعطي يعني ثقة أكثر بالنسبة عن سوق التطوير العقاري معرض استطاع أن يحشد أضخم تجمع للمشاريع العقارية البحرينية وغير البحرينية ليساهم في تهيئة أجواء تجارية مثلى تتمثل بلقاء المستثمرين والمشترين والممولين داخل محيط واحد تعرف سوق البحرين سوق واحد وفي كثير من المستثمرين الخليجيين يجي للبحرين عشان يعني يدخل في مشاريع اقتصاديه في البحرين. الشركات الموجوده معرض طبعا كلهم بحرينيه اقليميه خلينا نقول لها باع طويل في الخبره في العقار وفي الهندسه آه وطبعا المنافسه جيده للجميع آه وهذا يحسن طبعا من جوده العقار الموجود او المشاريع اللي موجوده للمواطن. بكس في صورته العاشره. نجح على مدى العقد الماضي في ترسيخ مكانته كواحد من أهم المعارض العقارية على مستوى المملكة ترويج مقنن يتفنن بالقيام به معرض البحرين الدولي العقار الذي بات فهرسا استثماريا تسترشد به الشركات المنافسة من داخل البحرين وخارجها لمعرفة فحوى تلك المنتجات العقارية المتنوعة التي يفصح عنها السوق بين الفترة والأخرى لتلفزيون البحرين محمد رشادات